ازيك يا اغلى واجمل متابعيني، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. جاتلكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان الفيديو يترفع ويوصل لكل الناس، ولو كنتوا لسه بتشوفوا القناه لاول مره ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا علامة الجرس للكل عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انا بنزله. وعارف ان انا مقصر الفترة دي في الفيديوهات، بس اللايكات قليلة جدا والمشاهدات اقل، فيا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو عشان تشجعوني ان انا اصور وانزل لكم فيديوهات اكتر، وانزل لكم فيديو كل يوم ان شاء الله. وتابعوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان ان شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة هتبقى عن البط اللي هو حاليا كمل معانا 25 يوم. هنشوف مع بعض البط بقى عامل ازاي وحجمه بقى عامل ازاي وانا عملت له ايه، عشان المرحله دي يعتبر من اخطر المراحل في عمر البط عموما، لان هي مرحله تغيير العلف، ودي المرحله اللي بيبدا فيها الافتراس عند البط. فعشان كده انا هنشوف دلوقتي البط مع بعض انا عملت له ايه، وكمان ازاي نتفادى مشكله الافتراس ومشكله ان البط يخس مننا في مرحلة تغيير العلف اللي هي المرحلة اللي انا هعملها الوقت دي معاكم. فتابعوا معايا الفيديو الاخر وبالله عليكم محد ينسى اللايك. نيجي بقى للبط بتاعنا ونشوف بسم الله ما شاء الله الله اكبر حجمه زي ما انتم شايفين كده بقى عامل ازاي. عمر 25 يوم ما شاء الله، البطة بقت زي الفل، الذكورة بانت والنطي بانت، وما شاء الله عدد الذكورة كافي الحمد لله، عدد الذكورة كبير جدا ما شاء الله. طبعا انا دلوقتي باكلهم علف تركيز 21%، طبعا هم ملبسين حته تحت منهم بس مش اشكال، انا كده كده بنقلهم بالليل في البياته بتاعتهم اللي هم اصلا كانوا متحضنين فيها. يعني انا طول النهار بحطهم في المكان دوت، واخر النهار اما باجي بقى بيت بالليل بقوم رايح حاططهم في البياته بتاعتهم تاني، وبخرجهم من المكان ده خالص. هتقولوا لي ليه؟ عشان ما يبلوش المكان طبعا، وده ياثر على رجلهم زي ما انتوا عارفين المكان هناك دايما بيفضل نظيف عشان الارضيه سلك، بس خلاص المكان بقى ضيق عليهم ما عادش ينفع ان انا احطهم فيه. وده بقى اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي. طبعا انا غيرت لهم العلف من بروتين عالي اللي هو بروتين 23% لبروتين اقل اللي هو البروتين 21%. فطبعا ده بيأثر جدا على البط خصوصا لو المكان ضيق عليهم. خلي بالكم بقى من النقطة دي، انا يوم تغيير العلف حاولوا تغيروا برضو المكان للبط بتاعكم، او عموما المكان مش شرط الا اذا كان المكان ضيق. المكان طبعا هناك كان ضيق زي ما انتم عارفين، علشان كده انا نقلتهم في المكان ده تمام. اما المكان بيكون واسع عن البط، البط بياخد راحته وبيتحرك وبيبقى زي الفل، لكن لما بيكون قريب او المكان ضيق والبط كله قريب من بعضه بتبدا ظاهره الافتراس ان هي تبان عند البط، ويبداوا ان هم ياكلوا ريش بعض خصوصا المرحله اللي هم فيهم دي، لان المرحله اللي هم فيها دي حاليا مرحله التريش اللي الريش بتاعهم بيبدا يظهر. يعني زي ما انتم شايفين كده هو باين قوي في البني، لان البني فاتحه شويه فباين اهو في جناحاتها ان الريش بتاعهم اهو، حتى دولت اهمت الجناحات اهوت والديل الريش خلاص بدا يظهر. فطبعا المرحله دي بتبقى مرحله يعتبر من اخطر المراحل عند البط، لو ما عدناش المرحله ديت صح يعتبر البط بتاعنا هيجيله افتراس او هيجيله تقزم، يا اما برده هيجيله اسهال تمام. فعلشان كده هقول لكم الخطوات اللي انا عملتها بالظبط لما جيت اغير العلف بتاعه. اول حاجه عملتها لهم نقلتهم في مكان اوسع اهو زي ما انتم شايفين المكان قد ايه. يعني انا عايز ابعد بس شويه اهو اوريكم المكان زي ما انتم شايفين. طبعا الرومي ملازمني، الرومي ده منين ما بروح هو والويز لازقين فيا، يعني الرومي والويز عشر جدا لازقين فيا منين ما بروح. فطبعا اول حاجه عملتها زي ما انا قلت لكم نقلتهم في المكان ده. طبعا المكان ده بتنضف يوميا، عشان كده هتلاقوا جوه المكان ناشف وهنا المكان رطب شويه، لان طبعا المساء هنا، فالمكان ده بتنضف يوميا، لان طبعا انا ببيت اصلا هنا في المكان دوت الرومي الكبير بالليل، وبالنهار اول ما باجي اطلع بقى اعلف الطيور بقوم ناقل البط ده، حتى البرنيكه بتاعتهم اهي والله بنقلهم في البتاع ده اهي، بقوم حاططهم كلهم فيها وجايبهم المكان ده كده تمام. فاول ما بيجي بالليل على طول بقوم رايح، قصدي بالنهار اول ما باجي اطلع اعلف الطيور وكده
بقوم رايح بقى فاتح للرومي واشوف لو في حمام او اي حاجه اقوم منضفه، وعم اعلف الطيور كلها اللي عندي. يكون المكان نشف بقوم رايح مدخل البط فيه واسيبه هنا طول اليوم بقى، ما رجعوش تاني غير اخر النهار. يعني دي اول حاجه انا عملتها لهم خالص لما جيت اغير لهم العلف. بعد كده انا جبت لهم طبعا علف تركيز 21% بروتين، وبدات ان انا اكل احطه لهم تمام. بس حطيت لهم طبعا في الميه لازم ولا بد نحط لهم خل، خل او مضاد سموم، بس انا بفضل بصراحه الخل اكتر من مضاد السموم وكده، لان الخل يعتبر منشط كبد وغسول كلوي طبيعي، وكمان مضاد سموم تمام. فعلشان طبعا المرحله اللي هي بتاعه تغيير العلف ديت بنقوم رايحين لازم نحط لهم مضاد سموم، وما عندناش دكتور بيطري ما فيش مضاد سموم، يبقى الخل تمام. اهم حاجه ان المرحله ديت لازم لما تيجي تغير نغير لهم برضو النقطه دي بالذات، ونحط لهم مضاد سموم تمام. كده هنتفادى كذا حاجه. هنتفادى ايه بقى؟ هنتفادى الاسهالات تمام، وهنتفادى الافتراس، وهنتفادى كمان التقزم، لان في مراحل كده في حياه البط لو البط مثلا جينا نغير له البروتين بتاعه بتلاقي نمو البطه وقف لحد كده وخلاص، هتبدا تريش وتكسر ريش على كده، وبيطلع عندنا حاجه اسمها البط المتقزم او البط اللي هو المقرمد الضعيف خالص ده اللي ما بيشيلش وزن تمام. فطبعا زي ما قلت لكم المرحله دي خطر جدا، ولازم ان احنا نعمل فيها الكلام ده كله علشان نتفادى كل اللي انا قلته لكم دوت، ونقدر نربي الدوره صح من اول يوم لاخر يوم. طبعا الجو الوقت بدا ان هو يهوي اهو، احنا الوقت بالظبط الساعه 5:10 المغرب، فطبعا قدامهم لسه يجي نص ساعه كده كمان في المكان دوت. وابدا ان انا انقلهم، بحط لهم ميه بس ما بحط لهمش اكل، لما بنقلهم في المكان بتاعهم ما بحط لهمش اكل، بحط لهم ميه بس تمام. وبرجع لهم تاني النهار يرجعوا نفس المكان دوت. طبعا عايز اقول لكم ان المكان الواسع عموما بيفرق في حجم البطة، يعني المكان الواسع البطة بتتحرك وبتجري والكلام ده كله، فده كله هيفرق معانا في حجم البطة نفسها، ويخلي البطة يومها بيومين وهتكبر معانا بسرعة. لكن المكان الضيق بيعجز البطة في مكانها، وممكن يجيب لها اسهال، وممكن يجيب لهم افتراس. حتى لو احنا عملنا كل الخطوات اللي انا قلت لكم عليها ديت، ممكن يجي لها برضه افتراس لان المكان ضيق البط قريب من بعضه. فطبعا اول ما العلف بيخلص من عندهم بيبداوا ان هم ايه ياكلوا في بعضه تمام. لكن المكان الواسع بيفرق جدا في حجم البطه وفي عمر البطه، وان البطه تكبر معانا بسرعه. وبرضه مش البط بس، لجميع انواع الطيور المكان الواسع بيفرق معانا جدا 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 في حته ان البط يفور معانا كده بسرعه ويكبر معانا بسرعه. طول ما المكان واسع المكان نظيف، طبعا عايز اقول لكم المكان بيتنظف يوميا، البطه نفسها ما هياش وسخه، البطه نظيفه تمام. بس زي ما انتم عارفين البط كده كده بيوسخ المكان حواليه، يعني البط اهو بيوسخ المكان حواليه كده كده، فطبعا ده امر طبيعي جدا لاي حد بيربي بط. بس اهم حاجه طبعا زي ما قلت لكم النظافه، لان يعني طبعا زي ما انتم شايفين كده البط عامه بيستحمى، البط روحه كلها في الميه، فالنظافة هتفرق برضو معانا في ان البطة تبقى صحتها كويسة، والبط ما يجيلوش اسهال ولا يتعب مننا ولا اي حاجة من الكلام ده ان شاء الله. والدورة تتربى من اول يوم لاخر يوم زي الفل من غير اي مشاكل تمام. يبقى كده ديت المرحلة اللي انا يعني عملتها حاليا للبط، اللي هي مرحلة تغيير العلف. وطبعا حبيت ان انا اصورها معاكم علشان تقدروا تستفيدوا. شايفين الرومي واقف قدامي ازاي؟ المهم فياريت بقى لو انتوا فعلا استفدتم من الفيديو دوت ما تنسونيش في اللايك، وكمان الاشتراك في القناة لو لسه بتشوفوها لأول مرة، فعلوا علامة الجرس لكل عشان اي فيديو بدنا بنزله يوصلكم الاشعار بتاعه. واللي حابب يستفسر عن اي حاجة يسيبها لي تحت في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد على خير.